روسي استلام تحت ضغط وزحمة، وادي التحرك كويس قوي من بيبيتو وسقوط لتحت عشان يستلم، وباص والتاني لرونالدو وهو جون رونالدو، اوبا! واول اهداف اللقاء رونالدو اعزائي المشاهدين يفتتح اول اهداف اللقاء، وكانه بقى بيقول لبن ذكري وللمرمى بتاعه افتح يا سمسم، وفتح له سمسم، ونجح رونالدو انه يتقدم للمنتخب البرازيلي. باص واثنين وثلاثه وواقفين على خط واحد، لسه بقول لعز الكلاوي زميلي ان الوقوف على خط واحد سلاح ذو حدين، لكن الراجل حافظ وعارف وكانه مولود داخل منطقه جزاء. هو الراجل حافظ والتوجيه سلام تمام والقرار مناسب، ولمسة واحدة وواحد صفر للبرازيل. شوف يا كابتن أحمد، أنا برضو الكرة دي شايف فيها، معلش هي طبعا عدم توفيق من نايبت في أنه يعمل التوقيت سليم وما يلعبش على مسطرة التسلل زي ما اتكلمنا من شوية، وانت كنت مع أن السلاح فعلا ذو حدين، فللأسف في الحد الثاني هو أساء أو يعني تسبب في هدف برازيلي، انما فيها شويه شك بسيط، بس عموما يعني ينبغي ان اللعيب بيلعب على الصفاره وما يقفش فعلا الا يمكن اهو مشجع مغربي بيعيط قمه الانتماء طبعا والوطنيه لفريقه ومنتخبه. شفتوا الكره قد ايه بقى الشعب والعالم كلها الحقيقه في كل حته بينجذب اليها وبتشده، لدرجه الراجل بيعيط اهو، يمكن بتالي في حياته ما عيطش مره ولا اتنين، بيعيط اول ما دخل جول في مرماه. لغه عالميه كبيره وثقافه تمام، مستمتعين كلنا الحقيقه ب